السلطة العليا للبلاد أو السلطات العليا للبلاد سياسات ومناهج تعمل السلطات المحلية على تنسيقها في الأرض الواقع بمرافقة خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين على إنشاء نشاط خاص من خلال إشراف أجهزة مختلفة لخلق النشاط كالوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاولات، الوكالة الوطنية لتسيير الأرض المستعارة، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وباستحداث دار المرافقة والإدماج المهني على مستوى كافة البلاد. يكون أكثر استجابة وملاحمة لحاجات الاقتصاد الوطني خاصة المحلي. إن للتكوين المهني أهمية بالغة في معظم المجتمعات باعتباره مجالا فعالا لاستثمار الموارد البشرية عن طريق تكوينها وتأهيلها لما يضم احتياجات سوق العمل من يد عاملة مظهرة ذات كفاءة وفعالية ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. كما له دور كبير في تزويد الأفراد بالمهارات والمعلومات والمعارف والاتجاهات التي ترتقي بأدائهم في ميدان عمل المستقبل. في هذه الصفحية بين مدير مركز التكوين المهني وشكوش حبيب سي مسدي ومدير معهد التقني لتربية الحيوانات سي عباس بفضل أيضا مشكورين بعد إضاءة الاتفاقية الأولى. والاتفاقية الثالثة أيضا التي استوعبوا في هذا اليوم الدراسي بين سيد مدير معهد وطني متخصص في تكوين مؤسسة معاش وإدارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الاتفاقية أيضا مشكورين. لهذا اليوم الدراسي لتتواصل بعدها